بسم الله والحمد لله. ربنا لا تجعلني من الأشقياء، وزدنا محبة لك يا كريم، وقربا منك يا عظيم. ناخذ بعض ما يذكر بعض الأقوام. وثمود كذبت قبلهم قوم نوح، وعاد وفرعون ذو الأوتاد، وثمود وقوم لوط وأصحاب أوليكة، أولئك الأحزاب. إن كل هذا هو أمثالهم، إن كل إلا كذب الرسل، يعني ما عندهم كان صنعة التكذيب. أنت شنو علمك؟ سواء كان فرد أو جماعات، شنو علمك؟ بس تقف وتعطي رأيك في الوحي، وتعطي رأيك في ناس عاشرتهم وعرفت اللي يكونوا أصحاب حكمة، أصحاب أخلاق عالية وكذا، كيما تروح كلاب الكرب بلا يعتدون على القلة من المسلمين والمسلمات. شنو تعرفوا عن الإسلام؟ تو أنتم تدعون الإسلام، لم نعرف منكم شيء يقربكم من الإسلام أو لم نشم عنكم رائحة الإسلام، لا في خطاباتكم ولا في إيماءاتكم ولا في نشرياتكم ولا في برامجكم كلها. الإسلام بالكلام نعم، أما بالأفعال فلا، بل العكس هو صحيح عندكم، وتحبوا دائما المسلمين هم قلة يضخوا لكم ويعترفوا بدينكم. لا يعترفوا بدينكم، ما له دين يعترفوا به، دين الخبث، دين الخبائث، دين الغدر بين الشعوب، دين اللي أسوأ الناس يكون هو في الكابو، هو الرئيس، هو الملك، هو الوزير الموزع. هاي حالكم ليس لها أي علاقة بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. نسأل الله السلامة.